أما اللقطة الثانية أيضا وهي بعيدة عن الرياضة لكن فيها جانب رياضي أيضا مضحك، فقدمتها لنا أيضا شاشات التلفز. اليوم أنا أتابع نشرات الأخبار، العقيد محمد القذافي يلعب يلعب الشطرنج مع رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، طبعا الاتحاد الاوروبي للشطرنج. في البعض راح يسال كيف يلعب، وده انا ما تهمني، انا كنت اسال وابحث عن النتيجه من كسب من. هذه بالنسبه لي كانت غايبه. تفضل ابو ابراهيم. طبعا ربما نفس المشهد، انا حقيقه واللي استفزني طوال اليوم حقيقه ربما ابعد عن الرياضه وحتى عن الشطرنج، الصوره اللي يظهر فيها رئيس دوله في نفس الوقت عشرات الالاف يقتلوا من الشعب الليبي وهو يسخر ويلعب شطرنج ولا يكترث للموتى هذول على جثثهم، حقيقة أمر يثير الغضب ولا يثير الضحك. يعني ولا أبغى أعرف مين انهزم بقدر ما أبغى أعرف متى يجر ويحاكم كمجرم حرب. حقيقة أن يلعب شطرنج وشعبه قاعد يموت هذه كارثة عظمى. حقيقة صورة كانت طول اليوم مستفزتني، حقيقة طول اليوم مستفزتني، وكأنه لا يكترث ما يحدث لليبيا كلها، يعني وكأنه لا يكترث وقاعد يلعب شطرنج والثوار من ديها والمرتزقة حقونه يقتلوا. أنا أعتبرك أنك إنسان لماح. أنا قلت يهمني النتيجة من كسب من، فمثلا كنت تروح انت للنتيجه بفهمك عدد، فانت انت انا في النتيجه هذا اللي اقوله انا انت بنيتها على انها نتيجه مباراه بقدر ما بنيتها انا على شيء اخر. انا اتكلم عن على الشطرنج، انا اتكلم كيف يستطيع هذا الشخص انه يلعب شطرنج وعشرات الالاف من الشعب اللي كل القنوات قالت الكلام ده. كيف الرجل اللي كان امامه يلعب معاه انه لا مزاج يلعب مع هذا الشخص؟ حقيقه امر محزن جدا، مشهد محزن جدا كثير للشعب الليبي حتى للشعب العربي، لرؤية الآخرين حول أنه هذا الرئيس العربي قاعد يقتل الشعب وقاعد يلعب شطرنج عادي، المسألة عادي عنده والقضية عادية والأمر لا وهي قضية عادية وهذا أمر محزن جدا، يعني أمر محزن جدا. أتمنى أنه أمر جيد. اليوم كنت أقرأ في جريدة الاتحاد اعتراف الإمارات بالمجلس المجلس الثوري. أتمنى كل الدول العربية تعترف، لأنه حقيقة مجرم الحرب هذا اللي يلعب شطرنج حقيقة يستحق المحاكمة.